سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرات أخبار ثامنة. مرحبا بكم وإلى العناوين. الوزير الأول عبد العزيز جراد يستقبل سفير روسيا بالجزائر، وفي لقاء اتفاق على البدء في اتصالات بين الطرفين لتصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في بالجزائر. تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وجراد يؤكد توفر اللقاح بكمية كافية ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح. وضيف الثامنة وزير الصناعة الصيدلانية. هم يقظون متأهبون ومصممون حتى اجتثاث آخر فلول المجموعات الإرهابية. وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي تواصل جهودها لاجتثاث بقايا فلول الجماعات الإرهابية، وكاميرا تلفزيون ترافق عمل هذه الوحدات بالمناطق النائية للقطاع العسكري بعين الدفلة. بالرغم من وفرة الإنتاج هذه السنة، عجز في قدرات تخزين محصول الحبوب بجالما، والفلاحون يتساءلون عن مصير الإنتاج المحلي. ثمينة اليوم تحقق في الموضوع. أهلا بكم مجددا، والبداية بملف التعاون، حيث استقبل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيغور بيلياييف. وفي مستهل اللقاء أعرب الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن شكر الحكومة الجزائرية للسلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لاقتناء اللقاح الروسي سبوتنيك في في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد 19. واتفق الطرفان في هذا الصدد على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في في الجزائر. وقد كان اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقة الجزائرية الروسية وتمسك البلدين بتعزيزها وتنويعها، لا سيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين. وحول سيرورة عملية التلقيح بالجزائر بالبلاد، يحضر معنا ببلاطو الثامنة وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد. سيد الوزير أهلا بك. شكرا. مرحبا بك سيد الوزير. سيدي، إذن هل الجزائر ستكتفي بهذا اللقاح المستورد أم أن هناك آليات أخرى سيتم استخدامها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لسيدات والسادة المشاهدين. كما تعلمون لقد استقبلت الجزائر شحنة الأولى من لقاح سبوتنيك، اللقاح الروسي، وهذا من فضل القوات الجوية للشعب الوطني، الجيش الشعبي الوطني، وتجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا والشروع في عملية التلقيح، وكاد العمل على توطين وهذا الجديد إنتاج هذا اللقاح بالجزائر. ويتضمن مخطط اقتناء التلقيح وصول شحنات أخرى، يعني من سبوتنيك ومن أسترازينيكا وأيضا من الصين وبلاد أخرى. فيما يخص مشروع تصنيع اللقاح محليا، في هذا السياق فإن السيد رئيس الجمهورية أصدر تعليمات صارمة والقاضية بحشد جميع الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية قصد توطين إنتاج اللقاح بالجزائر، وعليه بشرت الجهات المعنية بمباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي إلى بحث أنجح السبل لإنتاج هذا اللقاح محليا وبكميات معتبرة في ظل الضغط والطلب الكبير على اللقاح في الأسواق الدولية، إذ أن الجزائر لديها القدرات والإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لإنتاج لقاح سبوتنيك 5 من خلال عدة شركات
كصيدال شركة عمومية وشركات خاصة اللي عندهم قدرات باش ينشوا هذا سبوتنيك في. وقد أظهر الطرف الروسي استعداد الكامل والتام لمرافقة الجزائر في هذا المشروع بتحويل التكنولوجيات اللازمة إلى الجزائر، إذ أن سبق وأن تم عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لصناعة الأدوية للمواد الصيدلانية التابعة لقطاع الوزاري ونظيرها الروسي المتضمنة لا سيما كيفيات المراقبة والتسجيل لتصنيع المواد الصيدلانية وعدة محاور حول التكوين والتحويل التكنولوجي. ولا يخفى عليكم أن في إطار تسجيل برنامج السيد رئيس الجمهورية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني انتجت الجزائر سبيل الإنتاج المحلي كحل بديل وأنجح لتغطيات الحاجيات الوطنية لا سيما منها المواد الصيدلانية، ما يسمح بتحقيق الأمن والسيادة الاقتصادية والصحية للبلاد. نعم سيد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل، كنتم ضيف الثامنة، شكرا لك. وفي الموضوع ذاته أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم أن كمية اللقاح ضد فيروس كورونا التي تحتزم الجزائر استيرادها ستكون كافية، مشيرا إلى أن عملية التلقيح التي انطلقت أمس السبت ستدوم طوال السنة الحالية. وقال جراد على هامش تلقيه اللقاح بالعيادة المتعددة الخدمات الينابيع بالجزائر العاصمة إن عملية التلقيح لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، ولكن ستكون طوال السنة. وأضاف قائلا إن الجزائر لها تقاليد في حملات التلقيح الوطنية والعملية ستصبح عادية للمواطن، ملحا على ضرورة أن تكون الأرضية الوطنية دقيقة في معلوماتها حتى يتسنى إعطاء معلومات دقيقة للمواطن عن مكان ووقت التلقيح. La plateforme OIMAGINE est très importante, mais les gens يعرفوا بتاهي يجيو تنظموا انتم التلقيح نتاعكم، سينو باش مش الخاشي الناس عليكم وتتعبوا في العمليه، وكيما كما عمليه وطنيه لازم دونك لا بلاتفورم هذه تكون ناسيونال وتكون دقيقه يعني في المعلومات نتاعها. الانسان على باله الناس وين نهار يجي وين جاها الساعه والمكان اللي راح يدير فيه التلقيح. إذن العملية هذه طبعا احنا عندنا تقاليد في الفاكسان الحمد لله في الفاكسان تاع الكريب 20 مليون من الجزائريين اللي يستعملوا هذا اللقاح. هذه ظرف تاع الكوفيد هذا ظروف خاصة، ولكن لازمنا تصبح عملية عادية، لازم ما نعطيوهاش الحجم فهمتني عادية، الناس راح يدير الفاكسين تاعه ويروح ويخلص. وحنا وعدنا سيدي رئيس الجمهورية وعد الجزائريين والحكومات الإخوان سي فرار المختصين العلماء تاعنا بارك الله فيهم ونحييهم، الكمية راح تكون كمية كافية طول السنة هذه. التلقيح مش في يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر، طول السنة، والعدد راهو يكون بالعدد الكافي وربما زائد ان شاء الله. هذا العمل اللي احنا تاع الحكومه رانا ليل ونهار وحنا في هذا الشيء، ليل ونهار رانا على هذا الشيء هذا باش الحمد لله نكونوا يعني قمنا بالواجب نتاعنا يعني إزاء الوطن وإزاء الشعب الجزائري. الوزير الأول أكد أن الحكومة ستواصل جهودها في مجابهة وباء كورونا، داعيا إلى ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي الذي أثبت نجاعته من خلال التراجع المسجل في عدد الإصابة بالفيروس. وإن شاء الله نواصل العمل تاعنا كحكومة، لهذا من واجبنا كسلطات عمومية، وبفضل التوجيهات نتاع السيد رئيس الجمهورية قمنا بالواجب نتاعنا ووصلنا إلى هذه المرحلة، لكن لازم نواصل، هناك مراحل أخرى لم ننتهي من هذا الوباء، لازم الحفاظ على البروتوكول الصحي، نبقى بالمرصاد
إن شاء الله حتى نخرج من هذه المرحلة التي أثرت على العالم بأسره وعلى بلادنا. هذا وتوفد المواطنون اليوم على المؤسسة متعددة الخدمات بالينابيع بالعاصمة لتلقي اللقاح، حيث كشف الدكتور جمال فرار في اليوم الثاني من الحملة الوطنية للتلقيح أن العملية ستمس في مرحلتها الأولى الولايات الأكثر تضررا. نتابع التفاصيل مع لين دامك. بعد ترقب وانتظار، ها هو المواطن يستفيد من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في حملة وطنية توجت جهودا كبيرة للدولة للحصول على اللقاح وبكمية كافية. قبل الفاكسين درت كونسلطاسيون، بون ستان كيسيونمون، يعني لا عندي امراض ولا حاجة ولا ما عنديش حساسية ولا وعقبوني درت الفاكسان وقالوا لي استنى 30 دقيقة. قالوا لي الفاكسان ودون 21 جور ان شاء الله نولي. اليوم الحمد لله درنا الفاكسان وراني مرتاح يعني. عقبوني عند الميدسان باش يشوفني، شاف باللي عندي لاتونسيون طالعة 19-10 وبعثوني لهنايا في لو بوست دوبسيرفاسيون باش يعاودوا يشوفوا تحبط ويعاودوا يديروا الفاكسان ولا يفون بروغرامي ابري. الحملة ستتواصل طيلة هذه السنة بصفة تدريجية، تكون الأولوية فيها للولايات الأكثر تضررا. لازم نبقى في يقظة تامة خلال هذه الفترة الزمنية لتعرف وباء، يعني انتشار الوباء أكثر في البلدان المجاورة وفي البلدان الأوروبية وحتى على مستوى العالم. لازم نكونوا يقظين في هذه الفترة ونطلبوا من المواطنين تاعنا باللي نقولوا باللي اللقاح هو الوسيلة الوحيدة اللي راح تحمينا من انتشار هذا الوباء. التلقيح لا يعني أبدا التخلي عن الإجراءات والتدابير الوقائية. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن، حيث تسجل الأرقام والمؤشرات أو تسجل حالة من الاستقرار في عدد الإصابة بالفيروس. مع تسجيل 219 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية. 19 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات و7 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 3 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 294 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة لحد اليوم لعدتهم 73,344، منهم 192 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عن حالة على مستوى المستشفى عبر الوطن 27 مريض في العناية المركزة. تواصل وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي جهودها في إطار مكافحة الإرهاب لاجتثاث بقايا فلول الجماعات الإرهابية. كاميرا التلفزيون الجزائري قضت يوما كاملا مع هذه الوحدات بالمناطق التابعة للقطاع العسكري عين الدفلة بالناحية العسكرية الأولى. سكينة محمود عليان ترصد لنا يوميات أفراد الجيش الوطني الشعبي المدافعة عن أمن وسلامة الوطن. الطريق للوصول إلى وجهتنا المتواجدة بالمناطق التابعة للقطاع العسكري عند دفلة يبدو لك للوهلة الأولى وكأن بني البشر لم يمروا من هنا منذ أزل. فجأة تلوح لك من بعيد حياة أخرى، ستكتشف فيما بعد أنها ذلك الجدار المنيع الذي يفصلنا عن عالم محفوف بالمخاطر. الدخول إليه يستلزم التقيد بقوانين المعركة. سريا تاعنا راها ضمن مهمة قتالية وهي تثبيت التطويق والقضاء على مجموعة إرهابية ضمن هذه المنطقة التي تجمع ما بين طروا ولاية، هي شلف وعين دفلة وتيبازا. عندنا أسبوع ورانا مواصلين في المهمة القتالية تاعنا، رانا نحاولوا انه بإذن الله نواصلوا حسب الظروف، حسب كما نقول الى اخر قطرة من دمنا حتى نستأصلوا هذا العدو ونقضوا عليه نهائيا بإرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الرجال اللي راه معانا. محيط المجموعة الإرهابية حدد وتم تطويق المكان من مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي، انضباط وجاهزية تامة، مستعدون للضغط على الزناد في أي لحظة ولدى أدنى تحرك من العدو. نحن في مهمة قتالية تتكون من مجموعة أفراد إرهابيين
ان شاء الله نطيحوهم ويكونوا على حمة الوطن ان شاء الله يا رب. ورانا مرابطين ان شاء الله من اجل القضاء على الجماعات الارهابية هادم، ونواصلوا ان شاء الله ونبذلوا مجهودات اكثر واكثر ان شاء الله، ونمجدوا الخلود لشهدائنا الابرار وتحية الجزائر. رانا متواجدين ان شاء الله لهنا وبقوة وبعزم وبصرامة للقضاء على المجموعات الارهابية، ورانا هنا ان شاء الله رغم قساوة الظروف، المهم الجزائر تكون آمنة ومستقلة إن شاء الله. الميدان شيء آخر تكتشف فيه أنك بعيد تمام البعد عن تصور تضحيات الوحدات المرابطة في كل الجبهات. هم يقظون متأهبون ومصممون حتى اجتثاث آخر فلول المجموعات الإرهابية. وفي عمق الميدان عملية بحث وتمشيط واسعة من قبل أشاوس الفوج 12 للمغاوير المظليين بروح قتالية عالية تنم عن تكوين عسكري محترف. نحن هنا متواجدون بهذه المنطقة رغم صعوبة التضاريس، إلى أن هنا من أجل القضاء على ما تبقى من مجموعة الإرهابية. هذه هي المهمة المسندة إلينا، وإن شاء الله نوفوها نتقنوها ونوفوها بأحسن طريقة وتكون مهمة بنجاح إن شاء الله. عملية ملاحقة الجماعات الإرهابية مستمرة، سواعد وقلوب أبطال الميدان على خط واحد. لا وطن لنا إلا الجزائر، سنضحي، سنصمد بكل حزم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة هذا الوطن المفدى. هذا وتتابعون عقب هذه النشرة وثائقيا من 13 دقيقة بعنوان أشاوس الميدان وجه الصمود والإصرار على الجزائرية الإخبارية وكانال الجيري، الوثائقي من إعداد سكينة محمود عليان. ترأس اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بعد جمعه بالولاة حول عدد من الملفات الراهنة. وتناول الاجتماع في مستهل متابعة انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا تزامنا مع تعميمها عبر جميع ولايات الوطن، حيث حث الوزير الولاة على ضرورة مرافقة مصالح الصحة العمومية لإنجاح العملية. كما شكلت متابعة تنفيذ برنامج تنمية مناطق الضلة أحد المحاور الهامة التي تناولها اللقاء، حيث ذكر بالأولوية الواجب إلاؤها لهذا الملف وضرورة التحلي بالمقاربة الجوارية والميدانية في التكفل بانشغالة الساكنة لا سيما على مستوى مناطق الجبلية والنائية وتوفير حلول ناجعة وآنية لاحتياجاته التنموية. كما ذكر الوزير بضرورة إلاء عناية خاصة لظروف تمدرس التلاميذ، خاصة ما تعلق بالنقل والتدفئة والإطعام المدرسي، وبخصوص التكفل بطلبات عقود التعمير. أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع الفوري في استكمال دراسة الملفات العالقة وفق الشروط والأجال القانونية المنصوص عليها. في الختام خص الاجتماع التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، ولا سيما ما تعلق بتنظيم عملية المنحة التضامنية والتموين العادي بالسلع والمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا القضاء على كل أشكال المضاربة. أكدت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة من ولاية باتنا ضرورة الاهتمام بتلاميذ المناطق النائية وإعطائهم حقهم في الثقافة، وذلك من خلال فتح مكتبات إضافية بالمدارس الابتدائية تكون مفتوحة لعموم المواطنين. كما أشرفت الوزيرة على وضع بعض المشاريع التنموية حيز الخدمة. يقول يونس الكحلديب. تبحرين أفرا رقادة مناطق ظل بأعالي الريس بباتنا تدعمت اليوم بمشاريع تنموية هامة. وزيرة الثقافة والفنون وقفت عند بعضها، خاصة ما تعلق بالمكتبات وكذا تزويد التلاميذ بألواح ذكية لتسهيل وتخفيف حمل المحافظ. هي مناطق محرومة ثقافيا، ومن الصعب جدا أننا نؤثث لها بالثقافة إذا ما تعاملناش وما تحيناش على الوضع، خاصة مع السلطات المحلية اللي تعمل اليوم في تنسيق دائم بتحويل أنه في كل منطقة ظل الشيء الوحيد اللي نوجده هو المدرسة.
دوك نعمل على خلق مكتبات أو مكتبات قراءة، خلق تكون مفتوحة في نفس الوقت للساكنة في البلدية. الموقع السياحي غوفي محطة أخرى في الزيارة، والتي كانت محطة اهتمام مع إمكانية استرجاع هذا الصرح واستغلاله ثقافيا. هو مشروع كبير ومتكامل، ممكن يبدأ من خلال تحويل هذه المنطقة إلى حاضرة ثقافية، سنسعى إلى ذلك. الاستثمار راح يكون هو الحل الحقيقي لاستغلال كل مقدراتنا اليوم. ولتمكين الأطفال من مزاولة الدراسة في ظروف حسنة، مطاعم مدرسية بوجبات ساخنة، ووضع حيز الخدمة للغاز الطبيعي بهذه المناطق النائية. ثمينة اليوم تقف عند منتوج القمح بين وفرة الإنتاج وقلة وسائل التخزين، ورغم أنه منتوج استراتيجي أرهق خزينة الدولة بأرقام كبيرة في الاستيراد وسطر له برامج عديدة، إلى أن الفلاح لا يزال يعاني طوابير طويلة تدوم أيام من أجل التخزين. عبد الرزاق رمضان حقق في الموضوع والعينة من ولاية قالما نتابع. بطاقة إنتاجية قدرت بأكثر من 2,400,000 قنطار سنويا جعلت قلمة من بين الولايات الرائدة في إنتاج مادة القمح. أكثر من 1,400,000 قنطار من المنتوج وجهوا للتخزين، غير أن الولاية لا تحوز من الإمكانيات سوى 50%. شوف، أنا بالنسبة لي هذا مشكل، لأنه خلاص الفلاح مبقاش بالنمط القديم، ما عندوش لي موايا. درك الفلاح عنده لي موايا، متمكن، لازم الدولة تواكب العصرنة تاع الفلاحة، لكن صح حابين تقدموا. وسائل التخزين بقات نفسها تاع عندها 20-30 سنة لورا، يعني حتى الإمكانيات الميكانيكية والمادية تعبت خلاص. 3 مستودعات تخزين فقط، إضافة إلى 14 نقطة تجميع بطريقة تقليدية، هي إمكانيات تعاونية الحبوب بقلمة. ومحاولة استدراك الوضع كان بمشروعين لإنجاز خزانات، الأول بالمنطقة المسماة عنتراب الذي لم يرى النور منذ سنة 2014، والثاني ببلخير. الأشغال الكبرى أنجزت، إلا أن التجهيزات تبقى غائبة. بقات الأجهزة، لأنه هذا على مستوى مركزي، ليزيكيبمون دو ريسبسيون وديكسبيديسيون مازالوا عالقين في المشروع. على مستوى عنتراب هما كاينه منطقة اللي كاينه كل الإجراءات اتخذت باش يكون فيها تجسيد صومعة ذات سعة 300,000 قنطار، ولكن في انتظار الانطلاق هذاك مركزي. في هذا الإطار قمنا على مستوى الولاية باستقبال ممثلين فلاحين لدراسة ماذا يعني حاجياتهم فيما يتعلق تخزين هذه المادة، إذ قامت الولاية بوضع تحت تصرفهم قطع أرضية على مستوى عين مخلوف وحمام دباغ وواد زناتي. نستعد بمرافقة ممثلي هؤلاء الفلاحين في اقتناء جسر وزن دي بون باسكول. حلول استعجالية وضعت للتكفل بانشغالات الفلاحين، لكنها تبقى ظرفية، خاصة وأنها تضع محصولا استراتيجيا رهينة الظروف الطبيعية والمناخية. ما دام الإمكانية ما كانش، رانا نستقبلوا إنتاج الفلاحين ونخزنوه على مستوى في الهواء الطلق لفترة لا تفوق 3 أشهر ويتم التحويل تاعو. مازال وقدم، مازال يعني حبي يقول تخسر عند الفلاح ولا تخسر في سيسيلاسي كيف. وضعية تستلزم الإسراع في إنجاز وتجهيز مستودعات التخزين، وهذا في أقرب الأجال قبل حلول موسم الحصاد والدرس. إلى الحركية التنموية التي تعد مكسبا جديدا يضاف للاقتصاد الوطني، سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية سطيف المنجز بمواصفات عالمية يضم عدة مرافق حيوية جعلت منه مركبا متكاملا في حضن الهضاب العليا. المزيد مع عبد العزيز عليم. على مساحة 30 هكتار وبقيمة مالية تزيد عن 3 ملايير دينار، أنشئ السوق الجهوي للخضر والفواكه بولاية سطيف، نموذج ناجح للحركة التجارية يغطي 7 ولايات مجاورة. أول خطرة نجيه ما شاء الله، أمن، نظافة، كل شيء. الأسعار لهنا أسعار في متناول الجميع، قلاش الوعد. سوق ما شاء الله، شركة ماكرو هذه خسرت عليه ملايير وعطتهم الدولة الأوكي للسوق هذا. باه يجمل الولايات وكل الجزائر كامله.
حتى بدول الجوار وزارونا هنا من موريتانيا البوليزاريو دخلوا عجبهم السوق هذا. السوق والله غير ما شاء الله ربي يبارك ما شاء الله سوق نقي ما شاء الله وشي الاسواق الفوضويه شويه اثرت عليه. سوق فوضوي في بير حداده وسوق في بيضه بر قالوا لنا سوق تاع العين ما يتنحى سوق تاع عين ما يتنحى احنا ما ناس سبه في بقيه الناس بصح انا اخويا نخدم بك وقتي. بعد عامين منذ دخوله حيز الاستغلال يشهد السوق تدفقا كبيرا لمختلف المنتجات وباسعار معقوله. ينشط فيه وكلاء الجمله على مستوى 299 محلا مدعم بمختلف المرافق الخدماتيه. طاقة تدفق سلع على مستوى السوق تقدر ب 640 الف طن سنويا مع قدره استيعاب 3500 سياره و 6500 متدخل يوميا. يحتوي على جميع المرافق الخدماتيه من بينها مصلى مطعم وفندق وورشة صيانة وذلك من أجل تقريب المواطن أو الفلاح أو التاجر من السوق. سوق سطيف الجهوي الذي أنشأته مؤسسة ماجرو من بين سبعة أسواق أخرى فضاءات تجارية بمعايير عالمية ترهن الدولة على إنجاحها لتصنف في ريادة الأسواق الإفريقية. نظمت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب نظمت ورشة نقاش خصصت لمحتوى قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالاستثمار والتصدير والضرائب والرسوم. نقاش نشطه خبراء ومختصون في المجال للإجابة عن كل تساؤلات المتعاملين الاقتصاديين بالكونفدرالية. اليوم رانا نشوفوا فيه يعني استجابة فيه نوعا ما من تشاور مع السلطات بصفة عامة وفيه نوعا ما من نقاط غير مفهومة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في 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 يعني النقاط اللي جات بهم قانون المالية. وقع مجمع سوناتراك اليوم بروتوكول اتفاق مع كل من أوكسيدونتال وأوني وتوتال يهدف إلى توطيد العلاقات والشراكة التاريخية بينهما على مستوى الحوض المتعاقد حوله والواقع في الكتلتين 404 و208 بمنطقة بيركين. وأكد بيان مجمعي أن الغرض من البروتوكول هو رسم خارطة طريق لغاية إبرام عقد في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في حوض بركين. ويعكس هذا البروتوكول إرادة سوناتراك وشركائها للحفاظ على علاقاتهم التقليدية وتطوير تعاونهم من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة. في ملف الاستثمار المحلي نموذج ناجح لمؤسسة ناشئة في إنتاج مواد التنظيف استفادت من آليات دعم الدولة كما باشرت السلطات الولائية بولاية سمسيلت عملية تطهير للعقار الصناعي قبل منحه للمستثمرين الشباب. نتابع التفاصيل مع خليل تواتي. بهذا المستودع بمدينة تسمسيلت جسد محمد رضا مشروعه مؤسسة ناشئة في إنتاج مواد التنظيف مستفيدا من آلية دعم الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل شباب أنساج. في المرحلة اللي فيها مواد التنظيف عندهم رول تريز امبورتون مع الكوفيد 19 مع لا جافيل اي تو دوكو لقينا رواج واسع مع التجار اون تروفي دي فاسيليتي بارتو في لي دومين سو او نيفو دو لا بونك سو او نيفو دو لونساج لقينا سهولات بالنسبه للي يخدموا لهنا كاع دي جون وكاع جامعيين وكاع راهم جايين شغل اللي يديروا في الميتي تاعهم اللي يعرفوه ورانا جايين نتعاونوا لهنا مي شغل الخدمة تاعنا راها محصورة في مكان ضيق ماذا بينا يكون عندنا شغل توسيع اكستنسيون ولا عفسه هكا ولا باش نقدروا نمدوا اكثر. وتلبية لطلبات المستثمرين الجادين بولاية تسمسيلت تعمل السلطة الولائية على تطهير العقار الصناعي. تم استرجاع في هذه المنطقة نشاطات تسمسيلت ب 31 قطعة والمقدرة ب 1.64 هكتار. كان في الوهلة الأخيرة درنا اجتماع مع السيد الولي جات سليم الوزير المنتدب لدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة بتخصيص أوعية عقارية لهذه الفئة خاصة الشباب ذوي الكفاءات وحاملي المشاريع. مؤسسات الناشئة وحنا نخصوا أو أي عقارية لهذا الجانب. هو نموذج ناجح لتجسيد الأفكار بولاية تسمسيلت ومثل هذه المشاريع ستساهم لا محالة في دعم التنمية المحلية. غياب العقار الصناعي مشكل يؤرق عائلة حنيش بالبويرة التي تسعى إلى تطوير ورشة لصناعة الدراجات المهنية. مشروع واعد ينتظر الدعم والمرافقة من الجهات الوصية يقول قدور جوابي.
كل إمكانياتها المادية سخرتها عائلة حنيش بالبويرة لإنشاء ورشة لصناعة الدراجات المهنية ومعدات النظافة، والتي يمكن تطويرها ليستفيد منها الشباب في نشاطات أخرى. سينا كيفاش نخدمو دراجة مهنية، والدراجة المهنية اللي تقدر تستعملها في الـ في الـ في الـ في لونفيرونمون، تقدر تستعملها في الأشغال العمومية، تقدر تشغل مام الشباب. احنا دركا درناها على شكل اون بان، من نقدروا نحوا لابان هذيك، نقدروا واحد يخدم بها خضرة، يقدر واحد يخدم بها في السياحة. في الدراسة تاعنا احنا كاين فيها شغل تطوير، وين تولي كلش شغل الكتريك، ما شغل ما العامل ما يعياش فيها. الورشة تقع وسط حاضرة تستغلها العائلة منذ سنة 1984، وهي تسعى لدى الجهات الوصية للاستفادة منها كعقار صناعي. وعندنا دوك واحد 3 سنين من حطينا ملف باه يرجعونا عليه، ما كاش درك نطلب يسويوا لي الوضعيه تاع بلاصه هذه باه نقدروا نبنوا فيها، نخدموا نطوروا الحوال، كاين صوالح بزاف اللي راحين نخدموها. تاخر استغلال الحظيره كعقار صناعي حال دون تطوير الورشه وزياده الانتاج ودخول السوق الوطنيه. إلى قطاع السكن، حيث تعرف المشاريع السكنية بولاية غليزان وتيرة متسارعة في الإنجاز قصد توزيعها على مستحقيها في أقرب الأجال. محمد ياسين نقش. تدعمت الحضيرة العمرانية لولاية غليزان بعدة مشاريع سكنية وبمختلف الصيغ. بالنسبة للسكن الاجتماعي كان احنا رانا في نهاية البرنامج، من مجموع 28550 وحدة سكنية بقات لنا إلا 2618 وحدة سكنية في طور الإنجاز. حنا نرتقب تسليم كل الحصة المتبقية خلال هذه السنة، إلا حوالي 500 وحدة سكنية اللي راح بالك تعرف تأخر للسنة 2022، وهذا راجع لكون المؤسسات كانت متوقفة وإعادة الانطلاق في هذا الثلاثي الأخير اللي عودنا الانطلاق، جاتنا الاعتماد المالية ودرنا إعادة الانطلاق المؤسسات اللي رايحة تعرف 400 على مستوى غليزان و100 على مستوى ودرهي، واللي راح تعرف بعد تأخر لسنة 2022. سنة 2021 ستعرف توزيع حصص سكنية معتبرة خاصة في السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي عندنا 6636 وحدة سكنية ستوزع خلال هذا العام بحول الله، تمتد مرة أخرى لتدقيق من شهر فيفري إلى غاية شهر ديسمبر، وستموس مختلف البلديات. بالنسبة للسكن التساهمي والسكن العمومي المدعم للبيا LSPLPA، طبعا نطمح إلى يعني تسليم مفاتيح 296 وحدة سكنية عبر عدة بلديات في الولاية. وفي انتظار إتمام وتوزيع كل هذه المشاريع السكنية التي ستخفف حتما من أزمة السكن بالولاية، أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم إلى تاريخ 14 فبراير القادم الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية جي بي فارما التي توبع فيها الوزيران الأولان الأسبقان أحمد يحيى وعبد الملك سلال ووزراء آخرون، وهذا استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين. تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من تفكيك مجموعة إجرامية مكونة من 3 أشخاص تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 10,000 قرص مهلوس. تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 10,536 قرص ذو أساس مخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 275,500 دينار من عائدات الترويج. كما تم حجز سيارة سياحية المستعملة في نقل هذه السموم. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، حيث سيتم تقديمهم بموجبه أمام النيابة المختصة إقليمية.
سجلت مصالح شرطة الحدود خلال سنة 2020 انخفاضاً بنحو 12 مليون مسافر فاصل 6 مقارنة بسنة 2019 التي عرفت تنقل قرابة 17 مليون شخص عبر الحدود الوطنية، حسب ما أوضحه اليوم مراقب الشرطة مدير شرطة الحدود سيف محمد النووي خلال ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات شرطة الحدود للسنة الماضية. المزيد مع هارون لوميدي. بالرغم من انخفاض عدد المسافرين خلال سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أن مصالح شرطة الحدود بقيت على يقظة في مرافقة وتنقل حركة المسافرين. كان أكثر من 4 ملايين اللي سجلناهم اللي جازوا عبر مطارات أو الموانئ أو الحدود البرية. مقارنة لسنة 2019 انخفض أكثر من 12 مليون حركة. جائحة كوفيد 19 ضاعفت من جهود وحدة الأمن الوطني، ومنها الاستعانة بالحوامات لمراقبة حركة الشوارع والأحياء حفاظا على الأمن الصحي للمواطنين. قمنا بعدة طلعات، وعندنا عدة طلعات ليلية، عندنا 373 ساعة، وهذا كما نقولوا شغل سيستم فوليم تري امبورطون بارابور ليميسيون اللي كنا نديرهم في السنوات الماضية. وسجلنا 21675 نشاط في هذا المجال، خرجات ميدانية تحسيسية. كل هذا العمل الدؤوب ليلا ونهار قصد الوصول إلى توعية المواطن. ويبقى عمل المصالح الأمنية متواصل، خاصة في ظل تمديد الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا. في نعم تفضلي سيها. تفضل. في أحوال الطقس، أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية تكون على شكل عواصف في بعض الأحيان ابتداء من اليوم إلى غاية ظهيرة الغد على منطقتي جنوب الجنوب الغربي وشمال الوطن، وتخص النشرية ولايات سعيدة، تيارت، نعامة، البيض، الجلفة، الأغواط، المسيلة، بسكلة، الوادي، شمال ورقلة وشمال غردايا. وستكون رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، حيث ستبلغ سرعة العواصف أو تتجاوز 80 كيلومترا في الساعة. وحسب النشرية فإن هذه الرياح القوية ستمس في مرحلة ثانية ولايات لمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وعند موشنت ووهران ومستغانم وشلف وتيبازا والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا عنابة، إضافة إلى ولاية طارف. إلى ملف الصحراء الغربية، حيث وصل الجيش الصحراوي قصف معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 80 على التوالي، وفقا لبيان وزارة الدفاع الصحراوية، حيث نفذت وحدات الجيش الصحراوي هجمات مركزة استهدفت من خلالها نقاط تمركز قوات جيش الاحتلال المغربي، حيث تم تسجيل خسائر في معدات جيش الاحتلال في عدة مناطق. إلى ذلك، حددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تاريخ 2 مارس القادم موعدا لعقد جلسة علنية للبت في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لحماية موارد الشعب الصحراوي. ومن جهة أخرى، أكدت بريطانيا على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم للنزاع يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وعما تنوي فعله الحكومة البريطانية مع السلطات المغربية لإثارة مسألة حرية التعبير للأشخاص المطالبين بالاستقلال في الصحراء الغربية المحتلة. وفي جديد ملف فيروس كورونا، عبر العالم دخلت 7 لقاحات صينية مضادة لكوفيد 19 المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وفق ما أعلنه المدير العام للعلوم والتكنولوجيا الصيني. اللقاح ثبتت فعاليته بنسبة 79% في انتظار الموافقة عليه رسميا من قبل الهيئة الطبية الصينية. إلى ذلك، زار فريق خبراء الصحة العالمية سوقا في ووهان الصينية كان البؤرة الأولى لفيروس كورونا الذي تم إغلاقه منذ عام في إطار تحقيق المنظمة عن نشأة الفيروس وكذا تطوره.
عودة إلى أخبار الوطن، وفي المشهد الثقافي الوطني عرفت فعالية الملتقى الوطني لنوادي وفعالية القراءة في يومه الثاني إقامة منصات للكتاب والمثقفين ومداخلة حول رهن الفكر والمعرفة وتشجيع المقرؤية، وعرف أيضا حضور أصغر قارئ من مدينة جلمة. يوسف طافر. ما الفرق ما بين قراءة نص عادي وقراءة نص شعر؟ الصغير محمد بوشعير ذو 8 سنوات جاء رفقة والدته الشاعرة صفية مخلفة من مدينة جلمة التاريخية للمشاركة في ورشات القراءة. جيل مستقبلي يعشق القراءة. القراءة تعلمها من والدته بحكم أن إنسانة تحمل الكتاب بكثرة، دائمة المطالعة، تلقائيا هو تلقى هذا الدرس مني تلقينا، وهكذا تعود على وجود الكتاب في البيت. ما الكتاب الأخير اللي قريته أصدقاء الثلاث، كتاب الورقي سهل، ما يكونش صعيب خلاص، ما يكون سهل حتى كنت تقراه تفهمه. البعض جاء من ولايات أخرى بدون دعوة وبدون مرفوقا بابنه أو بابنته، فقط لكي يكون حاضرا لهذه الفعالية، فقط لكي يقول لابنه هذا هو العالم الطبيعي والحقيقي والعالم الذي ينبغي أن تنتمي إليه. في زمن الانترنت والوسائط الاجتماعية والكتاب الرقمي، يبقى الكتاب الورقي خير جليس يقرأ. شاب يقرأ، شاب رجل يستعبد. نهاية النشرة وتابعتم فيها. الوزير الأول عبد العزيز جراد يستقبل سفير روسيا بالجزائر، وفي اللقاء اتفاق على البدء في اتصالات بين الطرفين لتصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في بالجزائر. تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وجراد يؤكد توفر اللقاح بكميات كافية ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تلقيه للجرعة الأولى من اللقاح. هم يقظون متأهبون ومصممون حتى اجتثاث آخر فلول المجموعات الإرهابية. وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي تواصل جهودها لاجتثاث بقايا فلول الجماعات الإرهابية، وكاميرا تلفزيون رافقت عمل هذه الوحدات بالمناطق التابعة للقطاع العسكري بعين الدفلة. وبالرغم من وفرة الإنتاج هذه السنة، عجز في قدرات تخزين محصول الحبوب بجلمة، والفلاحون يتساءلون عن مصير الإنتاج المحلي. ثمينة اليوم حققت في الموضوع. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.